تسأل تقول إن عمرها 21 عاماً وتخاف من كل شيء حتى من الحشرات أعزكم الله، وتخاف من الأصوات المزعجة التي تفاجئها، وتخاف من الموت كثيراً، وترجو منكم التوجيه، ولا سيما أنها تتأثر إذا رأت إنساناً مريضاً أو في حالة الموت، وتخاف من الحيوانات ومن القطط والكلاب أجلكم الله. بماذا توجهونها وحالها ما ذكر؟ وهل هذا سيكون سببا في طلاقها أو كان سببا في طلاقها؟ جزاكم الله خيرا. عليها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وعدم الالتفات لهذه الوساوس فإنها من الشيطان، وعليها أيضا أن تكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما تلاوة القرآن إذا كانت تستطيع القراءة فإنها تكثر من تلاوة القرآن، وإن كانت لا تحفظ كثيرا فإنها تقرأ ما تيسر وتردده، مع الاحتفاظ بالأذكار الصباحية والمسائية، وذلك مما يذهب عنها هذه الهواجس وهذه الخواطر الشيطانية بإذن الله. تفكر في الطلاق شيخ صالح، وفيما إذا وقع الطلاق بسبب ذلك الحال كيف توجهونها، ولا سيما أنها تخاف كثيرا من الطلاق؟ هو من جملة الوساوس، والطلاق إنما هو بيد الزوج وليس بيدها، فإذا قدر أن يقع عليها طلاق الحمد لله كل كثير من النساء تطلق، ويسر الله جل وعلا لهم الخير، وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، ولكن لا يكون عندها خوف من الطلاق أو من غيره، فإن هذا من التوهمات الشيطانية. إذا ما قدر لرجل أن يتزوج بفتاة في مثل هذا العمر وجدها على تلك الصفات شيخ صالح، كيف يكون موقفه؟ كيف توجهونه وتوجهون النساء اللائي ربما يصبن بمثل هذا؟ يكون موقف الرجل من مثل هذه المرأة موقف الرحمة والرفق والعلاج النافع لها وتطيب خاطرها، فإن ذلك مما يعينها على